السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا بكل مكان، صباح الخير أو مساء الخير على حسب البلد اللي حضرتكم بيها حجية. السلام عليكم حبايبنا، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية يا رب. إن شاء الله يا رب العالمين. حجية اليوم راح تسوي على طلبكم شنو حجية؟ باقلة، مرقة باقلة. مرقة الباقلة، فخليكم ويانا ويا الحجية ونشوف شو حضرتنا اليوم وعاشوا. ورجعنا لكم يا حجية. حبيبتي حجية، بشنو اللي راح نبلش المكونات؟ هاي كيلو باقلة خضراء. كيلو باقلة خضراء، هاي شنو يعني، فريش لو مجمدة؟ لا مجمدة، لان هنا صيف ماكو باقلة خضراء. ماكو باقلة، زين. هنا أنا ربع كيلو لحم. ربع كيلو لحم، هاي طبعا سلكته، زين. وهاي راس بصل حلو، وهاي هنا أنا قليل من الشبنت بس للنكهة. هنا أنا خاشوقتين كبار معجون طماطم، هنا نص خاشوقة فلفل أسود، أنا نص خاشوقة كمون، هنا خاشوقة كبيرة ملح. حلو، ممتاز. يعني هسه عندنا مدام اللحم مسلوق، أول شيء ايش راح نسوي؟ هسه راح نثوم البصل. إي، وبعدين نبلش. وبعدين توكل على الله. هسه ناعم لو شرايح؟ لا ناعم. ناعم. بس مو كلش ناعم، يعني وسط. زين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بس هنا ترمض البصل. حلو. بس نخليه بالجدر، نخلي عليه زيت. خلي عليه زيت. زيت زيت تقريبا زيت نباتي. ايه. هسه على نار قوية. ايه. ايش قد زيت نخليه؟ قدر خمس خواشيق. خمس خواشيق. قدر خمس خواشيق كبار. ويدك ميزانك. هذه البهارات. بهارات. بس أخلي اللحم. اللحم. هي لحم أخذني. هاي خاشوقة ملح. هاي خاشوقة كبيرة ملح؟ بس مو متروسة. مو متروسة، مسح. هي اكو هواي يقولون شنو مثلا بأي أكلة سوينا كتبنا المسح، فهواي يسألوا على المسح شنو يعني معناته المسح؟ يعني عدلة. أي يعني اللي هي هي كانت بوقتها خاشوقة ملح مسح. إي مسح. زين، فيعني مو متروسة، فاكو من الدول العربية ما يعرفون شنو مسح، فيقولون شنو معناته مسح؟ مسح يعني إنه ما تكون متروسة الخاشوقة يعني. إي. إي. تكون عدلة. نعم. هسه خلي الباقلة. طبعا باقلة خضرة. اي. هي وبشورها. هي وبشورها. أنا خليت زيت قليل لأن اللحمة فيها دهن. إي. فيصير إذا خلي زيت هواية يصير هواية دهن عليها وما طيبة تصير. صح، مضبوط. هذا اليوم الأكل مال الفطور، لأن الحجية صايمة اليوم.
الحمد لله. الحمد لله. هاي هنا خليك انت بخير. هاي هنا هاي شبنت. شبنت. بس من الفريز. هم من الفريز هذا هم مجمد يعني؟ ايه. يعني مو فريش. لا. ايه مو طازج يعني. وش حجي غني مالتك مو انت مسويتين اللي يعني ما زرع مالتك مو؟ هاي الباقلة؟ هاي الباقلة وهذا الشبنت. ايه. هذا ما زرع مالتك يعني انت لمن حشتي ليش المرة تصير ايش اسمه؟ ايه. يعني هذا مو من السوق؟ لا. هاي هسه المعجن. بس اجيب مي اللحم وديره مي اللحم وهذا مي اللحم هاي مصفى ونظيف صفى ونظيف وكلها دهن اي بس اجيب مي هنا دافي هاي المي مو حار هواي بس كل المكونات خليناها حلو مي ايش تقريبا حوالي لترتين لترتين مي وهذا يفور بعدين ايه؟ يتبخر نعم ايه؟ فيقل يعني ايه؟ نعم حلو هسه هاي المكونات كلها صارت شنو عيني ويا الباقي اللي حلو هاي راح نسويها تم الحجيه ايه ان شاء الله يلا هسه شنو راح تقبغيها ولا نخليها هيك لا قبغها حلو عين اليوم الحجيه صايمه عرفت شلون فانا شنو يعني متعاطف وياها ومتكاتف وياها فما راح اكل اليوم زين لحد ما شنو لحد ما تفطر الحجيه فبس شنو اقدر اذوق حجيه لو ما اقدر اذوق ما اريد اكل قدامه زين فبكيفك انت بعد اذا تريدين اذوق اوكي ما تريدين اخليها شنو ويا الفطور الحجيه ايش راح نبقى الاكل هسه نص ساعه يا بنص ساعه ونرجع لكم يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله لا تنسونا باللايك والاشتراك الف رحمه على والديكم شفتوا ايش قاعد اتعب قاعد اصور واتعب والله العظيم والحجية تطبخ عرفتوا يلا نرجع لكم بعد نص ساعة وعاشوا عيني وهاي خلصت النص ساعة هسه شنو حجية هاي سوينا تمن هذا تمن عيني هذا جاهز هاي هم نكمل حلو نطفي جوه زين هذا عندنا شنو مرقة الباقلة هاي الباقلة شوفكم اياها هاي طبعا اللحم هاي كله مهروس وشغل عدل هاي الباقلة هاي الباقلة حلو كله مستوى عاشت ايدك يلا شنو حجية هسه اذوق لو ما اذوق كيف كنتي؟ حجية تقول لي يا بذوق انت ماك علاقة بيا فالحجية شنو يعني تصوم اثنين وخميس برجب وبشعبان طبعا انا ما اصوم برجب وبشعبان اصوم بس برمضان صراحة يعني بس هاي يعني واي حجية بس خلي فتشي شوي لان انا ما راح اكل ترى بس راح اذوق وافطر وياك بسيطة ما يخالف هسه تمن عاشت ايدك امه والله يعطيك الصحة والعافية الله يخليك وهاي يعني مرقة الباقلة وهذا التمن وهذا الترتيب خلينا هسه شنو انطوق لنا فتخاشوقة يابا وصلنا هسه لمرحلة التذوق بس قبلها اكو شغلة واحدة من المتابعات طلبت من عندنا الخفيف الدايت ان شاء الله شو بدنا نسوي حجية؟ ان شاء الله خلالها اليومين ان شاء الله ولبن مال حليب البقرة احنا سوينا مال الجاموس اللبن ان شاء الله الحليب البقرة همين ان شاء الله ان شاء الله زين همين قريبا ان شاء الله وبعد حجية همين اكو بعد طلب
فطاير السبيناخ. فطاير السبيناخ همين، واكو بعض طلبات ثانيه احنا مسجليها عندنا موجوده كاتبيها، فان شاء الله والحجيه تدعي لكم زين. اليوم صايمه همين دعاها بعد مستجاب دبل ان شاء الله. ان شاء الله زين، ما نقصر ان شاء الله، ما نقصر ان شاء الله. بس حبينا نوضح هاي الامور، واللي عنده اي طلب همين واحنا نسيناه او شيء فاسفين نعتذر يعني. يعني ما يكون مرات واحد ما يقدر يقرا التعليقات لان اكو اكثر من 100 فيديو، فمو كل شيء مرات واحد يشوفه يعني. فيا ريت تكتبوا لنا بعد اذا شيء احنا ناسينه يعني. يريدون مرقة الباذنجان، طبعا نسوي لهم اياها. مرقة الباذنجان حلو. يريدون كليتشة بدون فرن، ان شاء الله نسوي لهم اياها. ان شاء الله. يدللون علينا. واحنا ذيك الجمعة بدنا نسوي سمش مسقوف، كانت الدنيا كلش حارة فوق ال 50 درجة، هجية فما قدرنا نسوي، بدنا نسوي بالحديقة سمش مسقوف، فان شاء الله بلكي الجمعة الجاية أو اللي وراها يكون شوية الجو طيب فنقدر نشوي برا، عرفت شلون؟ سمش مسقوف ان شاء الله. بسم الله. وراها قبل ثابت. كلش طيب، أنا ملوحتها البهارات، والله طعمها يخبل، كلش طيب. والله عاشتي انا يعني ما اريد اقول انك تخاشوقه وحده بس من وسط الحجيه انا راح اضرب بعدها صغيره ثانيه. عمو شنو؟ عمو اظل متماسك للفطور زين؟ حول العافيه امي والله. الله يعافيك حبيبي. الله يخليك. شلون؟ اني هسه عاشتي حجيه والله ما قصرتي وشغل عدل ومن الاخير يعني. نصيحه تروحون تسووها قبل، خفيفه مو صعبه كلش مريحه وخلصت بسرعه يعني ما طولت. عاش ليش حجي والله. ان شاء الله جربونا وينجح وياهم وياكلونا بالف عافيه. مثل ما قلت لكم ام الحجيه ان شاء الله جربوها وتنجح وياكم تاكلوها بالف عافيه. لا تنسونا من ايدكم الطيبه الكريمه اشتراك ولايك اذا امكن فضلا وليس امرا. مع تحيات نقاده فريق ام الحجيه وانا ابنها محمود مسترالي وفي امان الله. السلام عليكم. مع السلامه.